الرجاء زعما بهادشي اللي كنشوفوا فيه دابا حاليا زعما المكتب زعما ولا بحال داكشي غادي بعشوائي داكشي اللي جا كيلهب وكيمشي وداكشي غادي وكيتراكم عليهم ما بقى عندهم لا اللي قادهم ولا اللي خاصهم الدراري الناس يكونوا رجويين في المستوى اللي يكونوا مقابلين النادي بالمعقول وبالصفاء وماشي بحال هادشي اللي ولينا كنشوفوا دابا هادشي راه غريب علينا هادشي. حنا كرجويين حنا كنبغيو الرجاء وكنبغيو اي فريق يكون زعما كيمثل المغرب وكيمثل الوطن وهادي، ولكن بحال هادشي اللي كنشوفوا دابا راه ولا مؤسف زعما ماشي عيب على هاد الناس هادو اللي غادي يجيو وبداو على اللي يجي انت دابا تليزات يبداو يخطفوا ويديو هادي ويخليو يغرقوا في ازمات راه بالسيف حتى الجمهور حتى هو راه حتى هو كيكع على هادشي. مازال كون كانت مازال كتكون النتيجه وهادي كتكون حاجه مزيانه كيكون كلشي اللي داروه مقبول، الخسران الرباح هادي، ولكن ماشي من كل القنوات من كل الجهات حتى لا من المكتب ما كاينش، الخسران كاين ما زعما داكشي زعما مؤسف بزاف زعما حنايا كنتاسفوا لهذا الشيء ديال الرجاء دابا وصافي هذا هو وراه ديما رجاء. هي الرجاء كيلاق لها بودريقه بودريقه واللي كان شاده في الاول كيعرف ليها، دابا الاخرين ملي سافوا راسهم ضربوا الفلوس بغا يستقلوا هما لا قال لهم لا بغيتو تستقلوا خاصكم تحطوا لنا داك الشيء اللي كاين داك الشيء اللي ديتو جابوا لهم سي دراري لا علاقه واخا حنا وداديين دنيا هاني روح رياضي جابوا لهم واحد ربعه ديال صمدوك من افريقيا ابغى اي فرقه بغات تاخذ مع بريتي ما كاينش ولي اللي سمعنا اعترفوا ب 15 مليار اللي صوت ضربت 15 هي راه قالوا 15 كنا مضروبه 60 مليار فهمتي اللي هي اي دابا كاين اللي قلال الفرق كلها انا راجع لاكادير لو كتلقى لهم الشركه تشدهم الشركه هي اللي غتعرف تدخل داك الخدام بالخلصه ديالو ما يعرف ولا لعاب لا والو فهمتي الشركه تكلف باللعاب هما راه ما حدا كيبقاو يشدوا دابا هادو راه كيضربوا من هنا وكيخرجوهم كيجيبوا اللعاب مثلا محسوب لهم بدل درنا 200 مليون كنحسبوا 700 مليون 800 مليون هما على ستيل والزب يديروا اللي بغاو فهمتي هما راه والو غادي يبقاو هادشي ديما خا يجي وحدين اخرين كتحيد شفار كيجي شفار صافي نكونوا واقعيين بروح رياضيه وحنا وديما وداد حنا ودادين وبغينا لهم الخير ولكن هما ما جابوش الناس اللي غادي هذوك المسؤولين الله يهديهم الرجاء خصها الناس اللي مسؤولين هما الغلط اللي داروا ملي جراو على داك لونترينور واش كل سيمانه خصنا لونترينور راه ماشي لونترينور اللي غادي يلعب خص المسؤولين يعطيو للناس يخلصوهم مزيان ويشجعوهم اما هما داك الشيء اللي عطى الله تياكلو ويخليو هذوك مساكن دوك سميت عليه هذوك الناس اللي تيلعبوا داك لي جوار اللي تيلعبوا هما خصهم الماده هي اللي تتحرك الفرقه اما هادو الله يهديهم لا ما يستقلوا حتى يعياو خص لونترول اللي كان خص يخليو لونغ ديوري باش يبقى تتعرف مع اسميتو عليه مع الناس اللي تيلعبوا معاه بغاو يسيطروا على الفرقه صافي باش بغاو ياكلوا بغاو يعيشوا بوحدهم ما بغاوش يخليو الناس اخرين يكونوا معاهم حتى واحد ما غاديش ينخرط غيبقاو بوحدهم تماك هذا هو الرعد ديالي انا اللي بان لي انا راه رجوي السنين هذه ولكن دابا بديت تنترب يمكن غادي نمشي لحسنيه احسن لي حسنيه تقدير يا بعدا الناس هادو ما عجبوناش ما خلاوش الدراري باش وكاينين الدراري اللي مسيطرين على الفرقه راه كاين نقبه ما تخليوش الدراري اللي هما بان لي تيلعبوا شي الدراري الصغار مزيان ولكن ما فهمنا والو لحد الساعه باقي ما عرفناش اش كاين انا في النظريه ديالي خصهم يقادونا الفريقه ديالنا راه هي اللي عندنا كتشفي لنا الغليل كتعدي لنا الواجب ولعابه فيها دراري ولاد البلاد ولاد المدرسه خصنا يتهلاو فيها يجيب شي واحد استاذ ديال هذه الفرقه هذه بقاو تجيبوا لنا واحد مقاريش
يقابل لنا هذه الفرقه. هذه الفرقه هذه راه حنا معتمدين عليها، راه هي لا باس ديالنا باش تكون عندنا الساكنه بخير، يكون الشعب غادي بخير، ونتمنوا الخير لكل الفرقه. ولكن الرجاء هذا العام راه ضيعونا بزاف د الحوايج، طلبوا ربي البطوله والله يوفق المره اخرى ان شاء الله. مكتب اللي جا كنتمنوا يكونوا ناس فيهم الامان وفيهم الكفاء، كنتمنوهم يكونوا ناس احسن باش يقودوا هذه الفرقه. هذه الفرقه راه بالنسبه لينا حنا راه ماشي فرقه، راه بالنسبه لينا حنا راه وطن. الرجاء وطن، فهمتي؟ وطن اخويا، خصنا نكافحوا عليها وندافعوا عليها وما يوقعش لنا المشاكل، وراه حنا غاديين بخير وعلى خير. بز منه عليه الاكتضاض، عليه الصداع، ما دار والو. اش داروا لينا اخويا الفرقه هذه؟ واش حنا الفرقه مولفين حنا اي مشاركه ما كنضيعوش منها؟ حنا ضعنا مشاركه، بقى عندنا كاس بكاس، قعدنا على البطوله وشي حاجه اخرى. هذا العام هو مشى الحمد لله، بعد الوداد راه شويه بعد راه فاجات الامور بالنسبه لشي ديال افريقيا. ولكن نتمنوا الرجاء يجي لشي استاذ ليقصوق هاد التلاميذ باش يكونوا ان شاء الله في المستقبل، في المستقبل الازدهار ان شاء الله، تحت الرعايه الساميه ديال صاحب الجلاله محمد السادس رعاية الله. حنا كرجاويين ما عجبناش هاد الوضع هذا اللي عليه الرجاء، ما نكذبش عليك الرجاء ما بقاتش كيف ما كانش، وكنوجه رساله لذاك انيس محفوظ يمشي بحالاش، ولا كرجاء وكيبغي الخير الرجاء يمشي بعاد منا. ما نكذبش عليك حنا راه تفقصنا ومعافيه ما بقى ما يتقال صافي. ديما رجاء كنحبوا الرجاء، ديما رجاء.